صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: يوجد على بعض الشاحنات خرق سوداء، فهل لي أن أنزعها بالقوة خوفا من انتشار الشرك؟ أنت لا تنزعها بالقوة إلا إن كان لك سلطة، إن كنت من أعضاء الهيئة فإنك تنزعها بالقوة لأن لك سلطة، ما إذا لم يكن لك سلطة فإنك تكتفي بالوعظ والتذكير، فإن امتثلوا وإلا تبلغ عنهم الهيئة، والهيئة عندها تعميد وعندها بيان من اللجنة الدائمة للإفتاء، عندها بيان من اللجنة الدائمة للإفتاء بنزع هذه المعتقدات الباطلة. نعم.